مع أم كلثوم في سهرتها. هذا هو الفاصل الثالث والأخير، تقدمه أم كلثوم، ستغني فيه قصيدة من قصائدها المعروفة، هي قصيدة سلو كؤوس الطلا، كلماتها لأمير الشعراء أحمد شوقي، وألحانها للموسيقار رياض السنباطي. هذا هو الفاصل الأخير في هذه السهرة، وتلك هي الحفلة الأخيرة أيضا في هذا الموسم. لهذه الحفلة تختتم أم كلثوم حفلاتها الشهرية وباقي الحفلات التي قدمت في هذا الموسم. قصيدة سلو كؤوس الطلا. Thank you.
تخبر الراحة هل مست ثنايا ويلفتون
كيف أكربان ينسف النسيم بها كيف أكربان ينسف النسيم
الحديث واسع.
وعادها الشوق
Oh.